الله اكبر، صدق الحق صدق الحق. الحمد لله بداو كيفرشوا راسهم براسهم. اليوم فرشوا راسهم براسهم اخوتي، قلت لكم قضيه ديال زين المحارم اذا كانت فعلا ربي غادي يفرشهم وغيبداو يفرشوا راسهم هما براسهم، والهضره غتخرج من عندهم هما. وهذا الشيء اللي وقع اخوتي، فراشات جداد الفرشه اديسيون. قلت لكم راه سعاد ما عندهاش الدليل، ربي راه كبير، ربي سبحانه وتعالى راه كبير، ما عمره ما يضيع حق المظلوم، وربي بغى يفضح هاد زين المحارم، والله كانت القضيه ديال المحارم حتى غادا تفضح. المهم معطيات جداد قال لك ما شافهمش هما كيسرقوا، حصلوهم هما كيفرقوا، وهذا الشيء اللي وقع ليهم. اليوم الاعترافات ديالهم، اليوم الاعترافات ديالهم. يا السريعه يا السريعه سريعه، يا ترى العاقبه بصوت شنيتيكا، يا ترى العاقبه. السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه، لا نتوما لا الناس تزاد عليكم. كنتمنى من الميمات ديالي خوتي وخواتاتي اعطوني اللايكات ديالكم ودوروا لي التعاليق والبارطاج الى على خاطركم، الله يكبر بكم اخوتي الاعزاء. قبل ما ندوز للموضوع ديال هادشي غنقول لكم واحد القضيه غنوضحها. البارح درت فيديو قلت لكم راني غنخطب سعاد، قلت لكم غنضحك، ضحكت معكم هذيك الدقيقه الاولى، جاوبت بعض القنوات اللي قالوا لسعاد شكون غادي يقبل عليك ولا كشي، قلت وفي الاخر ديال الفيديو قلت لكم راه كنضحك معكم، سعاد راه اختي وراه بحال اختي سعاد، واش غادي كتدخل العقل انا غنخطب سعاد بالله عليكم. غير ضحكت معكم في المقدمه ومن بعد درت فيديو عادي. كاين شي وحدين خداوها بالصح خداوها بجديه زعما وخطب المراه مزوجه دار، وسعاد راه اختي، وسعاد راه بحال اختي، السيده راه مزوجه، السيده راه مزوجه راه بولادها، بلا ما تقعد ديروا في يدين ورجلين وبعض القنوات كيهضروا داك الشيء. سعاد بالعكس، سعاد اختي اختي وكنحترمها وبيناتنا الاحترام والتقدير، وانا بحال خوها، وبعض المرات كتقول لي انت راك بحال ولدي، يعني يستحيل حيدوا من راسكم هذاك العقل، عقلكم انتم مسخ، حنا راه ماشي عقلنا مسخ، راه غير ضحكت مع المتابعين ديالي، وراه في الاخر ديال الفيديو راه تصنتوا لكل شيء. اما سعاد اخوتي راه اختي وغادا تبقى اختي، راه ما كاين حتى شي حاجه من داك الشيء، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. غندوزو القضيه اللي قلت لكم تفرشوا اليوم اخوتي، اتفرشوا قال لك بغاو يناقشوا الموضوع ديال الخبره وقضيه زين المحارب. مرحبا، راه قلت لكم هبش جبد حنش، اهبش جبد حنش. اشنو كانوا قالوا لينا هما؟ قال لك حقه حقه راه حديث، حقه راه حديث، وقضيه 11 سنتيم وداك التخربيق ما كاينش. حنا قلنا صافي الملف تحكم صافي نسكتوا نطلعوا هذا الموضوع، قال لك هما لا ناقشوا معنا وهادي. والغريب في الامر شنو كيقولوا اليسرى؟ يسرى ديري شكايه بالاستاذه، شوف هاد الناس فين مشاو، زعما الاستاذ الروقاني، يسرى سيري دعي الاستاذ الروقاني علاش ترافع على سعاد ديك الطريقه؟ بالله عليكم واش كتخربقوا واش كتركعوا؟ هادي اول حاجه، والله قسم له الشيء القضيه، والله القسم ما غيخليو الزواج ديال يسرى يكمل، هما اللي غيشتوا له الشمل ديالها. عطوا له هضره وخرج اليوم، خرجوا قال لك ان الخبره، ان الخبره بينات ان يسرى كانت عندها الممارسة قبل بستة سوايع، قبل من الخبرة غير بستة سوايع، هادي قالوها القنوات اللي مع السريعة، يعني شكون اللي مسرب لهم هاد الخبر؟ مسربه لهم أكيد السريعة، وأنا طاحت ببالي واحد الفكرة، لأن البنت في الأول قالت لي مزهير، من بعد الخبرة بينات أن داكشي قديم وأن الإغتصاب كاين قديم وداكشي، من بعد عاد قالت لهم حق راه حادث، وكيفاش يسرى سمعت الأم ديالها غتقول غادا ندير الخبرة الطبية؟ انا كنظن ان السريعه اللي قالت لها سيري ديري العاده السريه، سيري ديري العاده السريه وديري داك العجب باش تلا داروا الخبره بلا تبين انك دايره العاده السريه، لان هما اللي اعترفوا على ان البنت كانت عندها ممارسه 6 سوايع قبل الخبره، 6 سوايع قبل من الخبره كانت عندها ممارسه، قال لك حقهم حادث. لا يعقل ان واحد البنت غتسمع الام ديالها غادا دير الخبره ونايض صداع على سعاد قالتها نهار ولا يومين قبل، وغتشي 6 سوايع قبل غادا دير داك العاده السريه، يعني انا طاح ببالي غادي تكون هذه هي غير السريعه، هي طيحات عليهم هذه الفكره ديال العاده السريه وشنو تقول البنت، وباش تثبت البنت داك الشيء نوضيها شنو ديري وشنو ديري باش مي دار لك الخبره، دار لك الخبره الطبيه يطلع فيها العاده السريه، هذه الفعيل ديال الشيطانه ديال السريعه. وربي بغى يفرشكم، حنا سكتنا على الموضوع، حنا بدلنا الموضوع كنهضروا، ولكن انتم بقيتوا كتحفروا. ايوا قال لك 6 سوايع اخوتي قبل من الخبره، هذه على حسب القنوات اللي مع السريعه، يعني السريعه اللي مسربه لهم هذا الخبر. بالله عليك ملي غيسمع الزوج ديالك دابا انت تزوجتي والعائله ديال الزوج ديالك، ملي غيسمعوا هذه القضيه ديال 6 سوايع قبل الخبره، غير لهنا لهنا وباقا كديري العاده السريه، هذه راه مرض، هذا غتقول بنت مريضه فيها شي مرض، فيها شي مرض، كيفاش تصدع كامل المشاكل وباقي عندها الخاطر العاده السريه؟ كيفضحوك وكيجدوا يشوهوك باش بالعاني يوسخوا لك الصوره ديالك قدام الزوج ديالك زهير، واخا هو عارف شنو كاين،
والعائله ديالو باقي باغين يفضحوك. هادو اللي قال لك كيدافعوا لك كيبغيوك، حنا سكتنا، حنا خوتي بدلنا الموضوع، راكم شفتونا. ولكن هما هاد القضيه اللي قالوا ديال ان كاين الممارسه، قالوا هما 6 سوايع قبل بينات الخبره ان كاين ممارسه، وحنا ما عمرنا قلنا هاد الشيء. يعني شنو كيبين هاد الشيء؟ والبنت في الاول قالت ليهم راه زهير، ثاني من بعد عاد قالت لهم لا حق راه العاده السريه. والبنت داك النهار اللي سعاد غدا الخبره، البنت دارت العاده السريه قبل. شنو كيبين هاد الشيء؟ ان السريعه اللي قالت لها شوفي باش الخبره تبين داك الشيء وباش تنقذو من السريعه كنظن من داك الشيء ديالهم، نوديها شنو ديري واشنو ديري. الافعال الشيطانيه ديال السريعه يطيح في هاد الفكره. واش واحد غارق مشاكل وصداعات وشكايات وكتسمع ان الام ديالها غدير الخبره وهذه وخايفه وما خافتش مشات كتكمل على راسها. يعني هنا باش تبينوا على انكم نتوما كتستروا على شي حاجه، وان السريعه ديالكم هي اللي مخططه لهذا الشيء كامل باش تنقضوا كريشه ديالها. السريعه اللي كتخرج لك ضمان جوج شهود، راه قال لك حبش تجبد حنش شي هادشي ديالكم، بغيتو نناقشوا معاكم مرحبا، ولا تناقشوا معاكم، وانما راه نتوما اللي غتغرقوا، السريعه ديالكم اللي غتغرق. اما سعاد بالعكس، سعاد دارت الخبره، طلعت البنت ديالها مفضيه، مخبار كلشي، قلتو 11 سنتيم ما كايناش، ولكن درتو حاجه اكثر منها، قال لي 6 سوايع قبل الخبره كاين الممارسه باليد. ايوا الممارسه كتكون من الجهتين، حفش المشاهدين ديالو الاعزاز، الممارسه من الجهتين، يعني كاين شي حاجه تما، واحد القضيه الخبره على يسرى، كما كيقولوا من الجهتين. زائد السريعة كنخرج على واحد الفيديو ديال تعيط الخلفية، وشكون اللي عزيز عليه الخلفية؟ هو أبو كريشة. يعني هنا كنربطو الأحداث، كنلقاو خوتي شي حاجة تما اللي كتباش تما، وعاد كيزيدو باغين يغرقو البنت. شنو كيقولو ليها؟ ديري شكاية بالأستاذة علاش تناقش الخبرة في المحكمة. شو هاد الناس شحال، والله إلا ما قالو لكم معيز، تمعيز معيز وقطيع، والله القسم. غنوض أنا ندعي محامي علاش يناقش واحد الخبرة في المحكمة، كون كان غير مسموح ليه ولا غير قانوني راه اكيد غيحبسو ما يخليوش يترافع بديك الطريقه. ما يمكنش شي محامي غيتجاوز الحدود الحمراء او الخطوط الحمراء. راه قاريه الاستاذه، واستاذه كبيره، شي استاذ كبير بحال الاستاذ الروقاني، راه عارفه شنو كتقول وعارفه ما لها وما عليها، راه عارفه شنو كدير. هي غتجي نتوما توريوها نوضي حقها، ديري شكايه بالاستاذه. مابقاتش دابا خاصهم غير الام، دابا ولا خاصهم حتى الاستاذ الروقاني هي دير بها شكايه، نوضي حقها ما كرهناكش. ايوا ديروا لها الصينيه عاوتاني تغرقكم شويه، راكم حتى ما بغاو في الصواني. خليوها تزيد نيت، نوضوا لها هيئه منظمه، هيئه محامون كاملين نوضوا لها ديك الساعه، دعات المحامي غد المحاميه. والله الا كتزيدوا تغرقوها، بالله الا كتزيدوا تغرقوها كتزيد تشوه هاد البنت. قال لك كندافعوا عليها، ايوا واش كون دابا اللي كيغرقها، وشكون اللي كيعقل على راسو كيدير يشوهها؟ صافي البنت تزوجات، الله يسهل عليها. ياك البنت تزوجات سكتنا عليها حنا، صافي كنهضروا غير على العرس ولا شي حاجه، نسينا الموضوع، قلنا الموضوع تحكم صافي الله يسهل عليه. ولكن نتوما لا، باقي كتهبشوا، باقي كتشوهوا في هاد البنت، مازال كتهبشوا في الماضي ديالها وحقها هادي، ولا ما كاينش 11 سنتيم وحقها الصبع وحديث، الله يعطيكم حديث. والمشكله كيبرروا هاد الشيء على انه شيء عادي، زعما راه واخا البنات يديروا هاد الشيء راه عادي، كيقول لك لا راه غير العاده السريه، مرضي زعما العاده السريه شيء عادي، الناس ما يدير العاده السريه عادي، البنت حيد البكره ديالها. بالعادة السرية الشرف ما مهمش عندهم هما، الشرف بالنسبة لهم هما ما كيهمش. لا حنا بالنسبة لنا الشرف راه شي حاجة مقدسة، الشرف عند المرأة، المرأة اللي ما عندهاش الشرف راه بالنسبة لنا حنا راه مدلولة، إلا اللي وقع عليها حادث أو كتب عليها المكتوب. راه كاين بعض اللي كيتعرضوا للاغتصاب أو وقع عليها المكتوب، كاين بعض، ولكن اللي كتضيع شرف غير هكاك. البنت اللي بشرف راه ماشي بحال البنت اللي ما عندهاش الشرف، إلا اللي فايتها مزوجة ولا اللي فايتها مزوجة ومطلقة، هادي ما نهضروش عليها. أفهمتوا؟ باش تما تنوضوا تردينا ان هذا الشيء حق لا شيء عادي عندنا في المجتمع ديالنا. هذا الشيء راه ما عندناش حنا وما كيشرفناش بحال هذا الشيء، هذا الشيء راه ما كيشرفناش. كاين شي وحدين كاع كيدافعوا عاوتاني على ديك خديجه وناديه وديك العلاقه الشاده اللي بيناتهم كيدافعوا عليهم. هذا الشيء راه كيبغيو يوصلوا لنا خوتي شي حوايج، لا حول ولا قوه الا بالله. راه كل ما كانوش القنوات المنتقده هادو راكم فرعنوا، كون داروا جناو وحطاروا في هذا اليوتيوب. ولكن الحمد لله كاين القنوات وكاين القانون. تحيه للقضاء المغربي النزيه، تحيه للقضاء المغربي النزيه. كنتمنى انه يكون شي قانون جديد اللي ينظم هاد القنوات اللي جعلوا في اليوتيوب ولو كيتاجروا بالمشاكل ديالهم وهذا الشيء ديال الشدود وهذا الشيء ديال زين المحارم وهذا العجب. كنتمنى، وتحياتي لكم اخوتي الاعزاز، الى فيديو قادم ان شاء الله. والله ينصر الاخت سعاد، والله ينصر اختي سعاد، كنقولها ونعاودها اختي سعاد، ما انا ما كنشوفش فيها شي حاجه اخرى من غير اختي.
باش نوض تما تقول شي هضره منا وشي هضره من ليه. حسبي الله ونعم الوكيل. تحياتي لكم اخوتي.